هذه الوقفة دأبت الحركة الحقوقية على تنظيمها بمناسبة يوم 10 أكتوبر الذي يصادف اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام. وهذه الوقفة سبقتها صباح اليوم ندوة صحفية حاولنا من خلالها تبليغ رسائل محددة فيها ما هو استراتيجي يتعلق بأننا نأمل ونسعى ونعمل ونناضل من أجل مغرب خال من عقوبة الإعدام. وأيضا أطرنا هذه الندوة الصحفية تحت شعار ليصوت المغرب إيجابيا لفائدة القرار الأممي القاضي بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيكون لنا موعد معه في شهر دجنبر في أروقة الأمم المتحدة. وكما كانت فرصة الندوة الصحفية صباح اليوم للوقوف على وضعية المحكومين بالإعدام وتأكيد مطالبنا الأساسية انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وأيضا التصويت الإيجابي لفائدة القرار الأممي التي سبقت الإشارة إليه، وأيضا إصلاح عميق للمنظومة الجنائية من أجل إقرار منظومة جنائية خالية من عقوبة الإعدام، وأيضا اتخاذ كل الإجراءات من أجل تحويل عقوبات الإعدام بالنسبة للمحكومين بها إلى عقوبات بديلة.